تو ننتقل للمرحلة تخي سنسيبل اللي هي لا بارتي ليميت دو سويت. فبالنسبة للسويت راهو ان ابارتيان ان ولي بي ان فيا ال نو بو توندر كو فير بلوس لانفيني ال نو بو با توندر فير اوتر شوز. نجمش نقول ان تان فير زيرو خاطر تان فير زيرو معناها فوازيناج دو زيرو لكن ان ابارتيان ان ما فماش بالفاصل ما فماش حاجة نجمش ندرس ليميت متاع السويت بخلاف في ان تان فيغ بلوس لانفيني وهذه حاجه ترتاحنا لا فما لا تان فيغ ان لا تان فيغ موان لانفيني بما انها موجبه لا حد شيء. دونك اول ريفليكس نستعملو هي ليميت دي فونكسيون على الاوردر انفيني معناها كي تعرضني انا مثلا ليميت متاع 2n او كاري بلوس 2n موان 1 سور n كون n تان فيغ plus l'infini, j'ai le droit d'utiliser la règle de plus haut degré, tout directement. Khatrahna fil l'infini. Toi les 2n carré sur n wa kahao. Donc, badala 2 fois n, ou toi li li infini. Walaken, fidèr ce suite, bach n'hassib les limites, hachti, j'ai besoin d'autres techniques. Z, bachlef hevi. Bon, les suites u de n hevi, t'najem t'koun l tend vers l. L une limite finie. Ou t'najem z, t'koun, elle tend vers l'infini, vers l'infini, soit plus ou la moins, qu'on a eu n hier réel. Si l'n hier, t'koun qu'un infini moujub, ou l'n un, t'koun hata moins l'infini, ou t'koun plus l'infini, ou t'koun selva z, khadra réel. Ça arrive z et l'il un ne tend vers rien, n'a pas de limite. Même n'kabbur l'n, n'a pas de limite. بون كيما مثلا كي نقول سينوس نتاع ان تنكبر الان السينوس مره موزع مره ان مره بين الموزع والان دونك اون فا دير الدونس معناها ما يعني انا با دو ليميت ولا خاصه اشهر وحده موزع على بويسونس ان كان جو في توندر ان فيغ بلوس لانفيني نكبر الان تولي مره موزع مره بلوس ان خاطر ان مره بير مره امبير وقت اللي تكبر مي لا زاده منها با دو ليميت حتى هذيك اللي في الحاله هذه اسمهم دي سويت ديفيرجونت. دونك نقولوا لا سويت ديفيرج واللي في الحاله هذه معناها وقت اللي ان تنفر بلس لانفيني و ان تنفر ال اون ليميت فيني ولا ان ريال لا سويت اي كونفيرجونت نقولوا لا سويت كونفيرج. نبداو بلي تكنيك دو ديمونستراسيون دو ليميت. اولا الكومباريزون c'est-à-dire que par exemple si j'ai une suite un qui est comprise entre vn et wn tel que نعرف limite de vn تطلع l ou نعرف z et les limites de wn تطلع l معناها j'ai démontré في الحاله هذيك عندي الحق نقول et les limites de un quand n tend vers plus l'infini تخرج هاك l اللي هي limite de زوز اللي يحصلوها. Exemple أعطيني الليميت نتاع كوسينوس ان سور 2n بلس 3. بون انا كي نجرب باش نلقى كوسينوس ان وقت ان تنفيغ بلس لانفيني معناها باش تطلع ماهيش واضحة سي سا نفو ريان دير سور 2 فوا لانفيني بلس 3 سي اون سي ان ريزولتا افيك لوكيل اون بو ريان كونكلور. اول استوس تولينا اوتوماتيك كي نوليو خبرة في الدرس هذايا هي نحصرو لوج اول حصر ممكن اللي هو نتاع الكوس معروف بين موان زان ولا دونك عندي الحق بما انه هذا موجب فوالا نضرب في الان سور 2n بلس 3 معناها 2n بلس 3 من هنا سور 2n بلس 3 من هنا و سور 2n بلس 3 من هنا تولي وقتها نحسب الليميت هذه ونحسب الليميت هذه كان لقيتهم كيف كيف سي بيان هذه ان سور لانفيني 0 وهذه 1 موانز 1 سور لانفيني 0 دونك حققنا القاعده اللي مازال كي قلناها تولي الليميت نتاع كوسينوس ان سور 2 بلس 3 حتى هي ال تان فيغ 0 لوسكو ان تان فيغ بلس لانفيني. ناخذ اكزامبل اخر مثلا هذه دونك نجي نحسب الليميت نلقى ما نجمش نحسبها تعطيني حاجه مش لوجيك بلوتو مش واضحه. نمشي للاستيوس الحصر كي العاده نقول اللي سينوس بين موانز 1 نزيد لها 2 هذيك دونك نعمل سينيفي ونزيد 2 فوالا دونك عندنا هنا ال1 نزيد 2 من هنا ونزيد 2 من هنا شتولي لي شتولي لي هذه 3 وهذه 1 اوكي نقسم على حاجه موجبه اللي هي ان كاري بلس 1 معناها ان كاري بلس 1 من هنا
n كاري بلس 1 من هنا وال n كاري بلس 1 من هنا قسمت على حاجة موجبة أكبر من الواحد، دونك عندي الحق في القسمة هذه. دونك نلاحظ إلى أنا تحصلت على حاجة نجم نحسب لها الليميت من هوني، واللي الليميت هذه هي 3 سوغ لانفيني، معناها الليميت هذه صفر. حاجة هذه نجم نحسب لها الليميت زادة اللي هي 1 سوغ لانفيني اللي هي زادة الليميت نتاعها صفر. دونك يولي عندي الحق نقول فاسيلمون رابيدمون اللي الليميت نتاع سينوس ان بلوس 2 سوغ ان كاري بلوس 1 بكلها لوغسكو ان تنفيا بلوس لانفيني تخرج زيرو. التكنيك نتاع الحصر هذه نستعملوها حتى للباك وابعد من الباك في الدروس الكبيره نتاع الباك. Mais je rappelle quelque chose de très très important aussi. Lorsque une suite UN est inférieure ou égale à une autre suite VN, si nous savons que la suite VN tend vers moins l'infini, oui, elle tend la suite UN, Zama. La suite UN, elle n'a pas d'amal, elle n'a pas UN tend vers moins l'infini. Si j'ai limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini, alors forcément la chose qui est sortie de là, je trouve que elle tend vers moins l'infini. Alors tu vois que l'axe n'est pas vrai, hein? Alors quand elle vient, j'ai plus l'infini, mais je ne peux pas faire quelque chose. Tout ce qui est dans la vie est plus grand que l'infini. Par contre, ce qui est plus grand que moins l'infini, c'est moins l'infini. تعطيك قاعدة أخرى وانت خذ ورقة وستيل وقارنهم بالكتاب الجديد. نمشي لحالة أخرى هي ما تشبهلهاش أما البعض مشي روا تشبهلها. كان عندي او ان اصغر من في ان والليميت دو او ان لقيتها بلوس لانفيني، شمش تكون الفي ان زعما الليميت نتاعها شكون اكبر من بلوس لانفيني؟ ما تطلع كان بلوس لانفيني، سي تري لوجيك. وما نعكسوهمش، معناها كان نحط هوني موا لانفيني يكون كل شيء اكبر من موا لانفيني، ما نجمش نستعمل موا لانفيني. سي اون ريغل. بالطبيعه نذكر حاجه في المار، نذكر اللي الحاجات هذوما صحاح ا بارتير دان سارتان رون، معناها مش فورسيمون من زيرو. نجم نقول اذا كان كلكو سوا ان سوبيريور او ايغال ا ان سارتان رون فير لانفيني، مش فورسيمون من زيرو. معناها نجم نتيح على كا الاو ان اصغر من الفي ان في ماهيش اصغر من الفي ان في زيرو في الان في الدو في التخوا وفي الديس، ولكن ا بارتير من الفان تولي اصغر من الاو ان، وقتها نستعمل قاعده لي عادي. خاطر اصلا احنا نحسبوا في الانفيني لي ليميت نتاعنا. نمشيو لي ليميت تاع سويتات المعروفين، ليميت تاع سويت جيومتريك سويت اريتميتيك. حطيت نتاع جيومتريك بقعدها اكبر خاطرها اكثر، لازمك تركز بالكدي 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 في الليميت تاع سويت جيومتريك، سي تري امبورطون يرتكز عليها الدرس الكل. باهي سويت اريتميتيك انا باش نعمل الليميت نتاع او زيرو بلوس ان فوا ار لورسك ان تنفير بلوس لانفيني. لاحظ اللي الكوتي اللي يسيطر هو اللي فيه ان، خاطر او زيرو الي نيجليجابل دوفون ان فوا ار. نولي بالا نقول اللي هذيا باش تطلع بلوس لانفيني فوا كيلكو شوز فوا الار. من الاخر معناها سي ار اي نيجاتيف راهي الفا توندر فيغ موان لانفيني، و سي ار اي بوزيتيف راهي الفا توندر فيغ بلوس لانفيني. بالطبيعه كي تبدا الار ايكال زيرو باش تولي كونستون، باش تولي ديما ايكال او زيرو السويت نتاعنا. باهي و تون فيغ او زيرو بيان سور. هذه سهله بارتي اريتميتيك سهله على الاخر خاطر كيما لي فونكسيون اللي قريناهم ليميت تاع لي فونكسيون. دونك باش نمشي للجيومتريك، راهو الجيومتريك هي باش نعمل انا ليميت نتاع او زيرو فوا كو على بويسونس ان لورسك ان تان فيغ بلوس انفيني. كي تجي تحسبها وحدك نعطيك اكزومبل، نحط كو زيرو ايكال 2 وكو تطلع ان دومي، وبعد نحط لك او زيرو ايكال 5 والكو ايكال 6. في كل مره حاجه احنا ليميت الفا ديبوندر دو كو انت والكو. نبداو الحالة الأولى، إذا كان الكو بين موان زان و الأن ورد بالك راني كتبت ستريكتومون انفيريور ا موان زان ستريكتومون انفيريور ا أن رد بالك، ماهيش موان زان ماهيش أن بالكل، بيناتهم موجودة، معناها حكاية زيرو فيغكول وإلا إلا زيرو فيغكول. راهي في الحالة هاذيكا الكو على بويسونس إن وقت اللي إن تنفيغ بلوس لانفيني راهي باش تطلع صفر، صفر. معناها ليميت الكل زيرو، أو زيرو فوا زيرو، زيرو. دونك كي تحب تثبت هذه الكالكوليتريس اعمل زيرو فرقول كيلكو شوز، حطها قوة حاجة كبيرة وزيد كبر زيد كبر زيد كبر، تقعد تمشي وتصغر تمشي وتولي زيرو فرقول. حنا هنا اون ديمونتخ با اون ابخون لي تيوغام دو كوغ، نجمو تعمل ديمونستراسيون بسهولة في الكلاس مع البروف. توا نمشيو للكام تاع ايكال ان ولا ايكال موان زان.
راهو اذا كان الكوب تاعنا هذيك تطلع ان، ثبت معايا بلي كي نحط ان على بويسونس ان مهما كانت الان باش يخرج، باش يخرج ان، معناها تقولش عليه ما فماش، تولي زيرو وكاو. بون ديك تري فاسيل، راح نحط الكو ايكال موانزان. تو نجربو الموانزان وحدها. بون نجم نعممها وقت اللي الكو اصغر من الموانزان او ايكال موانزان، من الموانزان وانت هابط، المهم حاجة نيجاتيف وبعد الموانزان وانت توخر. راهو اي حاجة نيجاتيف تحطها قوة ان تحت الموانزان بالطبيعة راهي ما عندهاش ليميت بالكل، خاطرها مرة الان مرة بير مرة امبير، دونك هيك الا مرة تتنحى مرة ترجع، سي نا با دي ليميت ال دونس هذي. قعدت لنا كان الحالة اللي فما منها بارشا اللي هي الكو سوبرور ان، خدمنا منها في لي فونكسيون، معناها كلكو شوز كو معناها على بويسونس ان وقت اللي الان تنفيغ بلوس لانفيني، والكو نتاعي حاجة اكبر من واحد اثنين خمسة سبعة، حط ان كبيرة تطبقها ال تنفيغ بلوس لانفيني. سي سا بون، سا سي بلوس امبورتون دون الشابيتر. حتى كيفما حاجات أخرى elle dérive de ce que je viens de dire، يعني تنتج عنه. باش نعطيك اكزامبل شهير على الاخر نستعملو بيه الكومباريزون تاع سويت جيومتريك مع حاجة أخرى. أنا نلوج في دوفوار نلوج على الليميت نتاع دبل في ان، جا في كيستيون قالك مونتخي كو دبل في ان اي انفيريور او ايكال ان دومي لا بويسونس ان، واضح باهي. تو سامبلومون الهدف نتاعها انك باش تخدم الليميت نتاع ان دومي على بويسونس ان لوغسكو ان تنفيغ بلوس لانفيني، ومش تلقاها زيرو وتولي الدبل في ان اللي مسبقا قلنا اللي هي موجبه محصوره بين زيرو وزيرو، معناها حتى الليميت نتاع الدبل في ان نتاعنا مش تطلع زيرو. بون عطيتك عموما شنو هي الفازه اللي ديما تصير. يبقى انه في التمارين فما بالطبيعه قدرات نتاع كالكول، دي كومبيتونس دو كالكول اللي هما اصلا قدرات قديمه نتاع كوليج، راهو دوك هما اللي عرقلوا لي ليب اللي يبدا تري بويسون في الكالكول تاع الكوليج، يل فا فريمون سو ديبروي في الدرس هذا.